أنا بشكركم جداً إنكم موجودين معانا. اسمحوا لي أقول لكم إننا لازم ناخد قرار مصيري. قرار البلد محتاجاه. أنا بعتذر ليكم جميعاً إننا بلغناكم بالاجتماع بشكل مفاجئ. لكن أكيد حضراتكم مدركين لكل اللي بيحصل. علشان كده إحنا مجتمعين معاكم بصفتكم ممثلين لكل القوى الوطنية في مصر دون إقصاء لأي أحد. إحنا كمان حاولنا نتصل بالدكتور سعد الكتتني، حاولنا إقناعه بالحضور كممثل لحزب الحرية والعدالة، مع إن بعضكم كان رافض وجود ممثل لجماعة الإخوان المسلمين، لكننا برضو تمسكنا بوجوده، اتصلنا بيه وحاولنا نقنعه بالحضور لكنه رفض. علشان كده كرسي فاضي. احنا مجتمعين النهاردة لوضع خارطة طريق للمستقبل في ضوء مطالب الشعب المصري. اسمحولي وانا طبعا بعتذر لكل القامات الدينيه والسياسيه والقانونيه اللي موجوده اننا نبدا بالشباب. عايزين نعرف منهم تصورهم للامر. اتفضل يا استاذ محمد. احنا تصورنا واضح يا فندم. محمد مرسي سقطت شرعيته كرئيس، ويجب محاكمته على كل الجرائم اللي ارتكبها في حق الوطن وحق الناس طوال السنه اللي فاتت. الناس وقعت على استمارة التمرد ونزلت الشارع من 30/6 ولحد النهاردة ما عندهاش غير مطلب واحد واضح وصريح: رحيل محمد مرسي وجماعته من الحكم. ده يا فندم المطلب الأساسي والرئيسي لكل الناس في مصر دلوقتي، واحنا شايفين ان ملوش بديل. انا شايف انه لغاية دلوقتي الآراء كلها متفقة على طرح الانتخابات الرئاسية المبكرة، ورافضين طرح الاستفتاء على الرئيس. رأي حضرتك يا فضيلة الإمام الأكبر؟ مصر الآن بين أمرين أحلاهما مر، وأشد الأمرين مرارة هو ذلك الصدام. بعد أن استمعت إلى آراء السادة الحضور، أريد أن أقول أن قانون الشرع الإسلامي يقول أن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي، ولذلك فقد تكون إجراء انتخابات رئاسية مبكرة هو الطرح المقبول لحقن دماء المصريين. كلمة لحضرتك يا قضاة البابا تودروس. يوم 18 يونيو اللي فات رحت أنا وفضيلة الشيخ الأزهر للقاء الدكتور مرسي عشان نطمن على البلد. لعلمنا بدعوات الناس بالتظاهر يوم 30 يونيو. اللقاء دار في حوارات كتيرة وموضوعات أخرى. لكن لما سألنا الرئيس مرسي إيه اللي هيحصل يوم 30/6؟ قال إيه اللي هيحصل يعني يوم 30 يونيو؟ عادي، يوم وهيعدي، وبعده واحد واثنين وتلاتة. فخرجت بانطباع ان الصورة خطأ من الاصل، وان هناك مسافة ما بين الرئيس وما بين ما يحدث في مصر. وبعد اللي حصل في الايام اللي فاتت اصبح من الضروري استمرار الوضع لما هو عليه مستحيل. لو تسمح لي يا قداسة البابا، في حالة عزل الرئيس محمد مرسي من الممكن جدا ان يكون في عنف شديد ضد الكنائس والاديره. لو ده حصل سعادتك يبقى هنصلي في البيوت. واسمح لي يا معالي الوزير اكرر اللي انا قلته يوم الهجوم على الكاتدرائيه بالعباسيه: وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن. كده بقى الخطوط العريضه لخريطه الطريق بقت واضحه.
رئيس المحكمة الدستورية العليا هيكون رئيس مؤقت لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع تعطيل العمل بالدستور وتكليف الرئيس لحكومة كفاءات وطنية لإدارة شؤون البلاد. بس أنا شايف إن البيان محتاج صياغة ومراجعة قانونية، وبعد كده هنراجعه مع بعض علشان لو محتاج إن احنا نصلح في حاجة ساعتها بقى هيكون جاهز إن احنا نعلن لكل الشعب المصري. احنا متفقين؟ تمام يا فندم. القرار اللي هناخده دلوقتي ده أنا هدفع ثمنه أنا وأبنائي من الجيش ومن الشرطة. صحيح توكلنا على الله، جاهزين يا فندم. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد، حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية، وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يا اخوانا بالكامل.